أيضا سيد ياسر، بخصوص ما ذكره سيد أحمد، يعني حالة الفرح السورية بالعكاس وانشغال العدو الذين يعني بالنسبة لروسيا، بالنسبة العدو للشعب الروسي، منشغل الآن في القضية الأوكرانية. إذا هناك نظرة إيجابية بالنسبة لانشغال روسيا في أوكرانيا وتخلي وإعطاء ظهرها للملف السوري، وأيضا هناك انشغال إيران بملفها الداخلي والاحتجاجات في داخل إيران. وبالتالي اليوم إذا ما أخذنا الملف السوري لانعكاس للحرب الروسية على أوكرانيا، وأخذنا كما ذكر الدكتور سعيد الحياد الإيجابي من قبل الدول العربية الأخرى، هل نحن بالنتيجة مستفيدون من هذه الحرب الأوكرانية؟ يعني من المفترض فعلا كدول، كحكومات، وحتى كشعوب أن تستفيد من هذه الحرب، كون أن الحرب أمر واقع. يعني هم لا نريد أن نقول أنهم يستفيدون وأنهم يرغبون أن تستمر هذه الحرب، نريد أن نقول أنهم متضامنون مع الشعب الأوكراني، متضامنون أيضا مع الدولة الأوكرانية كونها تتعرض إلى اعتداء من دولة معتدية بدون أي وجه حق تحتل جزء من أراضيها، وبالتالي عملية دعم الشعب الأوكراني هو مطلب شعبي عن كل إنسان أو كل شعوب العالم التي ترى أن الشعب الأوكراني مظلوم في هذه القضية. ولكن على المنحى السوري على وجه التحديد نرى أن عدونا واحد، العدو الروسي الذي استثمر يعني في عملية تثبيت نظام ديكتاتوري في سوريا، استخدم آلته العمياء وبسياسة الأرض المحروقة في سوريا، الآن يجسد كل ذلك الإجرام في أوكرانيا. سبق للسوريين أن يعني صدحت أفواههم وملت ألسنتهم من ذكر أن هذا المجرم بوتين وأن هذه الآلة الحمقاء الروسية لا يعني لا تترك لا طفلا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا حتى حجر ولا شجر إلا حرقته. وبالتالي هناك مسؤولية لدول العالم التي سمحت لروسيا أن تقوم بكل هذا الصلف وكل هذا الإجرام في سوريا، الآن تشاهد نفس المشهد يعاد ويكرر من جديد في أوكرانيا. لذلك نحن كما ذكرت متعاطفون ومتضامنون مع الشعب الأوكراني، ولكن نريد أن نقول أن انشغال الجانب الروسي من جانب واحد وانشغال أيضا قوة الاحتلال الإيرانية في سوريا، كل هذا يعني يترك المجال أكثر لقوة الجيش الوطني في سوريا، ما يعرف بقوة الثورة في سوريا، أن يكون لها دور تحيي من جديد من أجل أن تستثمر في هذه المساحة. الأمر الثاني، يجب أن يكون للسياسيون الذين يمثلون الثورة الآن طريق أمامهم لتسويق مشروعهم وتسويق ثورتهم على أنها أمام محتل روسي يقوم بنفس الدور في أوكرانيا. ولكن أيضا بما أنك ذكرت موضوع الاستفادة بالنسبة لقوى المعارضة سيد ياسر، أيضا ربما هي جزء من الصراعات في المنطقة. يعني إذا ما أخذنا اليوم تطور لافت المساعي الروسية لتقريب أيضا العلاقة بين دمشق وأنقرة، بالتالي أي وجه استفادة ستكون حاضرة بالنسبة للمعارضة إذا كان هناك رؤية واحدة بالنسبة لروسيا وإيران والتقارب بين دمشق وأنقرة إذا حصل؟ يعني أنا أعتقد أن تقارب روسيا أو محاولة روسيا لإيجاد تقارب ما بين تركيا ونظام بشار الأسد يحسب على مسارين. المسار الأول هو المسار العلاقات الخاصة بين دولتي جوار تركيا وسوريا كدولة وليس كنظام. وهذا الأمر يعني أمر حقيقي ومشروع لكل دول العالم فيما بينها دولتان. من المفترض أن تركيا تبحث عن حالة استقرار وأمان على حدودها الجنوبية. هي تعاني من بقاء قوات إرهابية مثل البيكاكا في مساحة ليست بالقليلة في مناطق شمال شرق سوريا، وهي أيضا تعاني من محاولة الضغط عليها سواء من الميليشيات الإيرانية على الحدود الجنوبية التركية أو من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي تدفع بأسلحة وزخائر إلى هذه المنطقة، وترى تركيا أن مثل هذه الزخائر تشكل خطرا وقلقا لها، كون أن هذه الزخائر لم تعد الآن معركة مفتوحة مع ما يعرف بتنظيم داعش، وأن هذا التنظيم سبق وللرئيس ترامب أن أعلن أنه انتصر في هذه المعركة وقضى على دولة داعش. إذن لماذا يتم الآن من جديد ضخ أسلحة وعتاد وزخائر إلى داخل سوريا عبر قوى إرهابية متطرفة يتم تصنيفها كقوة إرهاب بيكاكا؟ ولكن أنا أريد أن أقول بالنتيجة أن
تركيا هناك مسار آخر لا يمكن لتركيا أن تفرضه على الشعب السوري، وهي مسار حقوق الثورة السورية ومسار مطالب الشعب السوري في الحرية والديمقراطية. أظن أن تركيا التي تعيش حريات وديمقراطيات هي حريصة على أن يكون حالة الدولة السورية اللي بجوارها تعيش حالة الحريات والديمقراطية، وترى أن مثل ذلك هو أمر يبعث على الاطمئنان لفترة طويلة، ولا تريد أن يكون حل جزئي مبتور لزمن قصير.